بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله هبدأ المحاضرة السابعة داتا ساينس. المحاضرة دي تكملة للمرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت اتكلمنا على السين ان وبدأنا في الأوبريشنز بتاعتها وخدنا الكونفولوشن وخدنا إن احنا نطبق الأكتيفيتي ايه أكتيفيتي فانكشن على الإيه على الكونفولوشن. تمام، النهاردة هناخد البولينج وهناخد الفلاتن وهناخد الفولي كونكتد لير. تمام، هنبتدي ناخدهم واحدة واحدة بتفصيل ونقول كل واحدة عبارة عن ايه. ماشي، أول حاجة في الترتيب عندنا اللي هي البولينج اللي هناخدها أول حاجة دلوقتي. ايه هي البولينج؟ البولينج اللي هو أنا عايز اقلل الدايمنشن بتاعت الصوره بتاعتي. يعني الصوره بتاعتي مثلا بدل ما تبقى مثلا 256 في 256، لا انا ممكن مثلا اقللها اخليها 128 في 128 مثلا، وبعد كده اقللها تاني اخليها 64 في 64. فانت عايز تقلل الدايمنشن بتاعت الصوره ليه؟ عشان لو انت عايز تقلل الكومبلكسيتي بتاعت ايه، بتاعت الفيتشرز بتاعت الموديل نفسه، عايز تمنع الاوفر فيتنج لو حصل اوفر فيتنج، عايز تسرع الحسابات، ففي اسباب كتير ان انت تعمل بولينج. تمام، ودي طريقة فعلا مستخدمة جدا، إن إحنا دايما بنعمل بولينج بعد الكونفولوشن. تمام، طيب عبارة عن إيه البولينج دي؟ البولينج في منها نوعين. أول حاجة في منها ماكس بولينج وفيها منها أفريج بولينج. هي بسيطة جدا، فكرتها بسيطة جدا. يعني مثلا لو إحنا لو إحنا هنطبق البولينج على مثلا الصورة دي مثلا هي 4 في 4، هنعمل إيه؟ هناخد أول 2 في 2 مثلا. أوكي، إيه أكبر قيمة فيهم؟ الستة، فنحطها هنا. تمام، ناخد المربع الأخضر ده 2 4 7 8، مين أكبر رقم فيه من 8؟ فنحطه هنا. هنا المربع الأصفر 3 2 2 1، مين أكبر رقم فيه؟ 3، نحطه هنا. 1 0 4 3، مين فيهم أكبر رقم؟ الأربعة، فنحطه هنا. طب أنت عملت إيه هنا؟ أنا طبقت حاجة اسمها ماكسيمم بولينج. ليه ماكسيمم بولينج؟ عشان أنت كنت تاخد أكبر رقم، عشان أنت كنت تاخد إيه؟ اكبر رقم، فتاخد ايه ماكس كده ماكس بولينج. طب لو بتجمعهم، تجمع مثلا 1 + 1 + 5 + 6 وتقسم على 4، فانت كده بتجيب ايه؟ افريج بولينج. فانت كده ايه معاك النوعين، عايز تطبق ماكس بولينج طبقه، عايز تطبق افريج بولينج ايه طبقه، على حسب الموديل ايه اللي معاك. تمام، طيب بيشتغل ازاي او ايه البارامترز اللي بياخدها؟ هو بياخد حاجتين، بياخد الويندو سايز وبياخد الاسترايد. ايه الويندو سايز؟ مش انا بقول لك مثلا اول 2 في 2 دول، 2 في 2 دي كده كده الويندو سايز. طب لو 3 في 3 يبقى ايه؟ او 3 في 3 اللي هو لحد 3 كده، طب ايه 3 2 1 يبقى معاك ايه نفس الويند 3 في 3، بس هنا مثلا 2 في 2، فيبقى كده الويند سايز بتاعك ايه 2 في 2. طب ايه الاسترايد؟ الاسترايد اللي هو احنا قلنا المره اللي فاتت الاسترايد انت السيب اللي انت بتمشي بيه، قلنا في الفيديو اللي فات. تمام، لو السيب اللي بتمشي فيها مثلا هنا او مثلا او مثلا ويند هيبقى كده، تاني ويند هيبقى ازاي؟ لو انت بالاسترايد 1 فالويند هيبقى كده. تمام، فلا احنا هنا المره دي مستخدمين استرايد 2. ليه مستخدمين استرايد 2؟ هيعمل ايه يعني؟ هيسكيب يعني الحته دي، فاول ويندو تبقى كده، تاني ويندو هيسيب دي ستيب ويمشي على السترايد اللي بعدها، يبقى كده 2 سترايد. فايه؟ يبقى ده ايه؟ السترايد التاني، عند السترايد التاني فكده ده ليه؟ الويندو التاني. تمام؟ تمام، نفس الكلام واحنا بننزل تحت، يعني بدل ما ينزل لما يخلص هنا مثلا ينزل سترايد 1، لا مش هينزل سترايد 1، فينزل سترايد 2 بحيث ان هو ينزل ايه؟ هنا، فدي يبقى ايه؟ اللي بعده. تمام، احنا شرحنا برضه الاسترايد المره اللي فاتت اللي هو الستيب اللي تمشي بيها ايه، بتمشي بيها فلتر او بتمشي بيها ايه اي حاجه على الصوره بتاعتك. وهنا ده برضه فلتر ماكس بولينج 2 في 2، فهو ايه ماكس بولينج. تمام، نشوف اكبر رقم ونحطه. ماشي ماشي. طيب قلنا ايه التو هايبر بارامترز؟ هايبر بارامترز يعني بارامترز انت اللي بتحطها وتجربها. طب في بارامترز عاديه، في بارامترز عاديه زي ايه؟ زي فاكر اللي هو النيورونز، مش النيورونز برضه كان بيبقى لها ويت؟ هل الويت دي انت كنت اصلا بتجربها؟ لا، ده انت كنت بتخلي الموديل يتعلم وهو اللي بيغير الويتس دي مع نفسه ولحد ما يوصل احسن ايه احسن بارامترز. لكن هايبر بارامترز انت اللي بتجربها، انت اللي بتدخلها. يعني انت هنا لازم هتدخل الويند سايز بتاعك كام، لازم هتدخل الاسترايب بتاعتك كام. تمام ماشي. طيب قلنا في منه نوعين، الماكس بولينج اللي هو بياخد اكبر قيمه. تمام، اكبر قيمه عندك. تمام، وفي الافريج بولينج اللي هو بتجمعهم وتجيب ايه عدد الافريج بتاعهم، تقسم على عدد. ماشي، مثال على ده ومثال على ده. وانا لو معاك الويندو هنا 2 في 2 4 9 6 5، تمام، هجيب ماكس ما بينهم 9. هنا 2 5 2 4، هجيب ماكس ما بينهم 5، وهكذا. الافريج بولينج هتجمع 4 + 9 + 5 + 6 وتقسمها على 4 تطلع لك 6. نفس الكلام هنا 2 + 5 + 2 + 4، التوتال تقسمه على 4 يطلع لك ايه 3.3. تمام، نفس الكلام هنا بيعيد برضو تاني.
بيقول لك برضه ممكن تطبق على ماكس بولينج او افريج بولينج عادي ماشي. هي برضه هو هنا عاملها مثال يعني 3 3 2 0 0 0 0 0 1 3 1 2، وانا مخلي ويندوز سايز بتاعته كام 3 في 3. فلو جمعتهم مثلا جبت الماكس بولينج هتلاقي اكبر قيمه فيهم اللي ايه، سوري مش هتجمعهم، تجمعهم لو فعلت الافريج، لكن هنا ماكس بولينج انت هتشوف مين فيهم اكبر قيمه، اكبر قيمه فيهم اللي هي الثلاثه، فتقوم كاتبها هنا نفس الكلام في محرك ايه الويندو بتاعك، ستيب كمان سترايد واحد تمام، وهكذا على حسب الاسترايد اللي معاك وعلى حسب انت شغال ماكس بولينج ولا ايه ولا افريج. قلنا ماكس بولينج هتشوف مين في اكبر قيمه تكتبها، افريج بولينج هتجمعها وتقسم ايه على عددهم. نفس الكلام بيعيد تاني، هنا مطبق برضو فلتر 2 في 2، مطبق استرايد ايه ب2 تمام، فيمسك اول 2 في 2 يشوف الماكسيمم ما بينهم تمام ويكتبه، بعد كده يمشي استرايد ب2 وايه نفس الكلام استرايد ب2 ويشوف الماكسيمم ما بينهم ويكتبه وهكذا تمام. تمام ماشي. قلنا فايدة البولينج عشان نقلل عشان تبقى عارف بس فايدة البولينج ايه، بنقلل الدايمنشن بتاع الصورة من سرعة الحسابات وعشان نبريفنت اي اوفر فيتنج تمام، وده بيستخدموه في الداون سامبلينج. الداون سامبلينج برضه هو حاجة بتحل المشكلة دي. لو عندك برضه ايه مشكلة يعني في ايه في الموديل تمام، الداون سامبلينج يعني عموما عكس الاب سامبلينج. اب سامبلينج ان انت تبقى عايز تزود الحسابات، تزود الكالكوليشنز تزودها، لكن الداون سامبلينج انت عايز عمال تدروب في نيورونز، تدروب في لايرز، عمال تدروب في حاجات كتيره، فده الداون سامبلينج يعني. فالماكس بولينج هو جاي من نفس الفكره ان انت عمال تدروب اصلا بيكسلز، يعني انت بتقول انت بتعمل انت تاخد بيكسل واحده من كل اربعه، فانت عمال تدروب تدروب فيها تمام. تمام ماشي كده خلصنا البولينج لاير، نخش على الايه الستيب اللي بعدي او الاوبريشن اللي بعد اللي هي فلاتن. طب ايه فايده الفلاتن او الفلاتن بتعمل ايه؟ مش احنا شغالين CNN يعني جاي نعمل كلاسيفيكيشن، ما انت جاي تعمل كلاسيفيكيشن مش احنا كنا بنطبق قلنا في الاخر اللي هو النيرونز العاديه اللي احنا دماغنا يعني السيستم عليها، ان انت تطبق في الاخر الاكتيفيشن فانكشن وتعمل النيرونز اللي هو بالشكل ده اللي هو الطبيعي. طب حاجه زي كده عملها ازاي على الصور؟ من الصور قلنا عندنا تبقى عندنا channels وعندنا filters وعندنا حاجات كتير، ازاي اخليها بشكل او بطريقة انها تقبل تبقى في شكل neurons عشان اطبق الكلاسيفيكيشن في الاخر واطلع الاول. مش انت كنت تقول في الاخر او بيطلع soft max مش عارف probability رقم معين او sigmoid function تطلع برضو رقم معين probability وتشوف انه class بتاعك، فانت هتعمل ازاي ان انت تحول الصور عندك بالشكل اللي هو بتاع ال 3D او ال 2D حتى شكل البيكسلز ده، تحولها للشكل ان هي تقدر تشتغل على النيورونز وتخليها تعمل فورورد وباكورد. دي فايدة الفلاتر. دي فايدة ايه الفلاتر؟ الفلاتر بتعمل ايه؟ بتفكهم وتحولها ل 1D array بس. فايدة الفلاتر ايه بتعمل ايه؟ بتفك البيكسلز دي كلها وتحولها ايه 1D array. هناخدها مثال دلوقتي على طول ماشي. بيقول لك فايدة الفلاتر عموما بتعمل ايه، انت عشان عايز تطبق كلاسيفيكيشن وخلاص عايز تطلع الفاينل اوت، بعد ما فضلت تعمل convolution وبولينج convolution وبولينج وهكذا، فضلت تترين الموديل بتاعك خلاص عايز تعمل بقى خلاص classification، فتقوم ايه عامل flatten لازم قبل ايه قبل ال fully connected layer تمام ماشي. فانت هنا بتحول ال 3D عندك بتحولها لايه، بتحولها لايه one feature vector اللي هو 1D ايه array يعني ماشي. تمام بتحول ازاي؟ بعد مثلا صورة 3 في 3 1 1 0 4 2 1 0 2 1، هتحول نفس الطريقة رو باي رو، فانت 1 1 0 اهي 4 2 1 0 ايه 2 1، فانت خليتها في شكل ايه 1 دي اري. ال 1 دي اري هتقدر عايز توصلها بنيرونز، والنيرونز توصل بنيرونز، والنيرونز ايه لحد الايه كونكتد لاير اللي هي الايه سوري لحد الاوت لاير تمام. فانت خليتها في الشكل ده، في الشكل ده اللي احنا كنا متعودين عليه اللي هو كان الانبوت، فاكر اللي هو كان فيه اكس 1 اكس 2 اكس 3 الكلام لما كان بيخش على نيرونز، نفس المثال ده ولا ايه اللي بيحصل تمام. بتطبق الكونفولوشن بتاعتك وتطبق الفلترز وتعمل الماكس بولينج والبولينج او افريج او اي حاجه انت عايزها، تقعد تطبقهم اكتر من مره على حسب الكومبلكس بتاعت الموديل بتاعك، بعد كده ايه بتحولها فلاتين، بعد كده بتطبق الفولي كونكتد لاير تمام. دي السنين باختصار، او مش باختصار احنا بقالنا فيها محاضرتين بس باختصار برضه ماشي. طيب ماشي تمام. انا برضو بيتكلم في نفس الفكره ان فلاتن خلاص خلصناها، هنخش بقى على اخر ايه اخر لير عندنا اللي هي الايه الفولي كونكتد
لير، تمام. الفول كونكت لير هي اللير العادية اللي احنا نورمال بتاعتنا، اللي هي كانت فيها في فورورد ايه، فورورد وباكورد، هي اللير العادية، تمام. وعايزين نطبق سوفت ماكس في الآخر، نطبق سيجمويد، نطبق أي فانكشن في الآخر عشان تطلع الأوت، هي هي، تمام. فاحنا برضه كان عندنا نيرونز، والنيرونز في اللير دي، واللير تسلم اللير بعدها، وهكذا، تمام. فده ايه الفول كونكت لير كده، خلاص خلصنا. وانت برضه تفضل تعمل ايبوكس كتير، ايبوكس كتيرة، وفي الآخر يعني بتعمل لعبة، بتعمل ترين، وخلاص خلصت فورورد وباكورد، بتطبق خلاص انت الاكتيفيشن فانكشن بتاعتك اللي انت عايز تطبقها، وخلاص انت خلصت يعني ترين، فتبتدي تطلع اوت يعني، تمام. ماشي، طبعا يعني تعمل باكورد ايه بروباجيشن. هنا صورة كده، لو انت جالك الانبوت، تمام، ابتدي انت خلاص اشتغلت صور وطبقت كونفولوشن، واشتغلت ماكس بولينج وكونفولوشن، وقول مثلا ماكس بولينج وكونفولوشن تاني، وهكذا دول تشتغل. بعد كده ايه، قلت انا عايز احولها ايه، 1 دي اري، فتحولها 1 دي اري ازاي؟ تعمل فلاتن لير، تمام. فلاتن لير كده كانهم ايه، انبوتس، تاخدهم تدخلهم على ايه، الفلو كونكتد لير، الفلو كونكتد لير مثلا ايه، توصلها على اللي بعدها لحد ما توصل لايه، للاوت، تمام. في برضو حاجه بيقولوا ان هو انت ما بتعملش مثلا فلو كونكتد لير واحده، بعد ما تعمل فلاتن، تعمل فلو كونكتد لاير واحده على الاوت على طول، بيقولوا ان انت بتمهد الموضوع، يعني بتبتدي تقلل الدايمنشن واحده واحده، يعني مثلا بدل ما يبقى مثلا 256 تقللها مثلا 10 كلاسز على طول، لا بيقول لك لا، انت مثلا قللها مثلا بدل 256 قللها 128، بعد كده قللها 64، بعد كده قللها 32، وهكذا واحده واحده، بحيث ان ايه، بيقولوا ان ده بيخليش المعلومات بتقع، يعني بيقول لك لما انت بتقللها مره واحده الانفورميشنز بتقع من الموديل، فبيقول لك انت بتقللها واحده واحده، ستيب باي ستيب، كل مره مثلا تقلل النص، بحيث ان انت ايه، الموديل يعني بتاعك يتم بشكل احسن. والحاجات دي اكيد بانت من التجارب اللي عملوها قبل كده يعني. هنا انا صوره جديده، ماشي، نفس الكلام، بيعمل كونفولوشن، بعد كده ريليو اللي هو طبق اكتيفيشن، بعد كده كونفولوشن تاني، بعد كده ريليو، بعد كده بولينج، بعد كده كونفولوشن ريليو، يعني كونفولوشن وريليو خلاص، اللي احنا كده احنا متعودين احنا اصلا بنعمل دي، بعد كده ايه دي على طول في نفس الوقت، بس ماشي، كونفولوشن ريليو، بعد كده عمل بولينج، بعد كده كونفولوشن ريليو، كونفولوشن ايه ريليو بولينج، بعد كده عمل فلاتين، عمل فلاتين، بعد كده ايه، عمل الفول كونكتد لاير، تمام. تمام ماشي، احنا كده خلصنا السين ان بكل الاوبريشنز بتاعتها، خدنا الكونفولوشن المره اللي فاتت، والاكتيفيشن، خدنا البولينج النهارده، خدنا الفلاتين، خدنا الفول كونكت لاير. محاضره النهارده تعتبر خلصت، اللي بقى ايه، نظري فهم يعني، مش اكتر، تمام، بس يعني كشغل وكده فهي تعتبر خلصت. ماشي، الكونفولوشن، الهايبر بارامترز، والهايبر بارامترز انت اللي بتدخلها بايدك وانت اللي بتجربها، فكان عندنا فلتر سايز، كان عندنا عدد الفلترز اللي بنجربها، كان فلتر مثلا 3 في 3 ولا فلتر 5 في 5 في المحاضرة اللي فاتت، وعدد الفلترز هتطبق كام فلتر. طب البادنج والاسترايد برضه خدناهم المرة اللي فاتت، اللي هو هتعمل قد ايه بزيروس من الروز والكولمز، والاسترايد قلنا الاستبل تمشي بيها ايه، بتمشي بيها الفلتر على الصورة. البولينج قلنا عنده تو بارامترز، الويند سايز والاسترايد. الويند سايز هنا انت برضه هيبقى فلتر كام في كام، 2 في 2، لو هو 2 في 2 فانت تاخد كل 2 في 2 وتطلعهم ايه بقيمة واحدة، تشوف مثلا ماكسيمم بينهم، لو 3 في 3 فانت تاخد 3 في 3 القيم اللي جواها كلها وتطلع ايه قيمة واحدة، اللي هو الفلتر اللي بيمشي ايه على الصورة برضو، ولا الاسترايد اللي هي الستيب بتاعتك برضو، الفولي كونكتد لاير اللي احنا عارفينها، اللي هو برضو ايه لازم تبقى عارف ايه هيبقى فيها كام نيرونز، تمام. ماشي، هنا بيقول سامري بسرعة يعني، احنا مثلا بيقول خدنا الصورة طبقنا عليها كومبريشن، وانا حسبنا لما نطبق تمشي الفلتر على الكونفولوشن، طلعنا حاجة اسمها الفيتشر ماب قلناها المرة اللي فاتت، اللي هو بس ضربت الفلتر يعني في الصورة، طلعت الفيتشر ماب، وقلنا طبقنا برضه على تاني اكتيفيشن فانكشن مثلا زي الريليو، بعد كده مثلا عملنا أكتر مرة كونفولوشن، بعد كده ريليو مثلا، بعد كده طبقنا اللاير البولينج لاير اللي احنا قلنا الدايمنشن بتاعت الصورة، بعد كده في الآخر آخر حاجة لازم أعمل إيه، فلاتين، بعد كده أعمل إيه الفول كونكت لاير عشان أوصل إيه الاوت، تمام. ولا بقى الباقي هيبقى نظري، هنبتدي ناخد خمسة موديلز بري تريند، دول موديلز جاهزين اصلا، لو حد مثلا اكيد اشتغل على بروجكت قبل كده فانت هتستدعيهم على طول، مش بتبنيهم فروم سكراتش، فاحنا هناخد بس فكرة كل واحد بسرعة، مش هناخد ديتيلز يعني ايه عنه عميق، تمام. ماشي،
اول حاجه اللي نت 5. اللي نت هو موديل شغال على الصور اللي هي الجري سكيل، تمام، ودي المعلومات بتاعته اللي هو 1980 الكلام مش لازمه، تمام، والمهم ايه، شغال على الجري سكيل، الحاجات اللي تعرفها بقى شغال على الجري سكيل، ماشي. وعلى البارامترز اعتقدش مثلا تصير فيها، بس وعلى البارامترز فيها 60,000 اللي هو مثلا بيبقى عدد الويتس اللي جوه لما تيجي تشتغل، عدد الويتس مثلا 60,000، وهو بيشتغل ان هو بيعمل كونف بول كونف بول، بعد كده بيعمل فلاتن، بعد كده فلو كونكتد لير فلو كونكتد، بعد كده طلع الاوت، ويستخدم اكتيفيشن فانكشنز، بيستخدم السيجمويد والتانش يعني والريليو، بيستخدم في مراحل مختلفة في مرحلة التورين. بس أهم حاجة إن هو شغال إيه؟ على جري سكيل، تمام. طيب أليكس نت ده شبهه قوي، بس الفرق إن هو بيستخدم إيه؟ بيشتغل على إيه؟ بيشتغل على داتا ار جي بي، مش إيه؟ مش جري سكيل زي اللي فات، ده شغال على ار جي بي، أديك شايف الأحمر وإيه والأخضر والأزرق اللي هو الشانلز بتاعته، وبس يعني شغال على أسوأ الألوان. والأكتيفيشن فانكشن بيستخدمها دايما الريليو، وعدد البارامترز فيه 6 مليون، طبعا أزيد من اللي فات عشان إيه؟ عشان شغال على صور ألوان، تمام. الفي جي 16 هو موديل برضو، بيشتغل على إيه؟ بيشتغل ميزته أهم حاجة إن هو بيشتغل بفلتر ثابت 3 في 3، وبيشتغل بسترايد 1 اللي هو الستيب بتاعته، تمام. بس يعني، وعدد البارامترز اللي فيه 138 مليون، احنا مش طالبين بقى يعني أي تفاصيل فيها، إنك تحفظ كم واحدة كوم، بعد كده كم واحدة بولينج والكلام ده كله يعني، تمام. أهم حاجة بس تبقى عارف إيه ميزة كل واحد إيه، يعني تعرف تفرق ما بينهم، عشان لو الأسئلة هتيجي في حاجة زي كده، يعني مثلا لو في موديل ليه عيب، موديل في مشكلة، فتبقى عارفه أو تقارن ما بينهم يعني، تمام. طبعا مش هخرج بره السلايد يعني، احنا مش بناخد تفاصيل كتير، احنا ناخد بس ايه فكرة عامة يعني، ان في موديلز جاهزة يعني، تمام، ماشي. الموديل اللي بعده ريزنت. ريزنت مهم ليه؟ لان هو بيتكلم عنه كفكرة اكتر، او ليه اتعمل اصلا، عكس اللي فات يعني، تمام. فهو ليه اتعمل؟ ليه اتعمل؟ عشان هو كان فيه المودلز اللي قبل كده كان بيحصل فيها مشكلة. ايه المشكلة كانت بتحصل فيها؟ كان بيحصل فيها مشكلة الفانشينج او الاكسبلودينج. ايه الفانشينج او الاكسبلودينج؟ واحنا شغالين، احنا شغالين في الجريدنت ديسنت، عاملين نعمل مثلا بالفكره اللي هي فكره الفانشنج، او الفانشنج بروبلم، كانت بتحصل امتى؟ لما انت بتيجي مثلا وانت مثلا واقف هنا، اوكي، ماشي، ودي اللي هي الاوبتيمال بوينت يعني انت عايز توصل لها، انت ماشي عايز تمشي بقى، عايز تظبط الويتس. الويتس عندك ايه؟ ما بتتغيرش مثلا ايه، بدل ما هي بس تبقى زيرو مثلا، التغيير مثلا مقدار التغيير مثلا تلاقيه كل مره مثلا 0 بوينت مثلا 0001، اللي هو تغيير طفيف جدا، تغيير انت عمال تعمل فيه كالكوليشنز كتيره وفي الاخر مش مستفيد حاجه. فدي مشكله الفانشنج بروبلم، الويتس بتتغير بمقدار قليل جدا، مقدار ما يتذكرش، ومقدار مش مؤثر، وبتضيع بس ايه وقت على الفاضي، تمام. ده اللي هو فكره الفانشنج بروبلم. برضه نفس المشكله بتحصل ايه في المودلز، عشان انت عندك ليرز كتير، تمام. طيب ايه تاني؟ ايه الاكسبلودنج بقى بروبلم دي؟ احنا قلنا الفانشنج، ايه الاكسبلودنج؟ الاكسبلودنج العكس، بدل ما انت بتتغير براحة قوي، لا، لو انت مثلا واقف هنا انت هتتحرك بسرعة جدا، لدرجة ان انت مبتقدرش توصل تحت. مثلا ايه، خطوتك بدل ما كانت صغيرة هنا تمشي خطوة صغيرة مش محسوس بيها، لان انت مثلا بدل ما تنزل تحت كده، لان انت تتحرك ايه الناحية التانية، تيجي هنا بدل ما توصل تحت تنزل تحت هنا، لا انت متحرك كده، بدل ما تنزل تحت هنا متحرك كده، وهكذا تفضل بقى ايه رايح جاي رايح جاي رايح جاي لحد ايه مش عارف ما توصل، مش عارف توصل، لو مش عارف يوصل ايه النقطة الاوبتيم، وهكذا. فدي فكرة الاكسبلودنج ايه بروبلم، تمام. وده بيحصل امتى؟ بيحصل في المودلز المعقدة اللي فيها ليرز كتير، تمام. طب الريزنت شغال ازاي؟ الريزنت مدام حاجة هتقلل الكومبلكسيتي، معناها ان انت هتفكس لحاجات او هتسيب حاجات، تمام. دي فكرة ايه؟ ان انت عايز تقلل الكومبلكسيتي بتاعت حاجة، لازم ايه، في حاجات هتفوتها، في حاجات ايه هتفوتها. نفس اللي بيعمله هنا ايه الريزنت. طب الريزنت بيعمل ايه؟ هو بياخد زي شورت كاتس، وبيجي في الباك بروبيجيشن في ليرز بيعمل لها سكيب، في ليرز بيعمل لها ايه سكيب. طب مثال، او نشوفش صورتها حتى، اهو مثلا هو راجع، هو مثلا راجع من باكورد، لو انت مثلا انت اللي هو الطريقه الريجولار بتاعتك، اللي هو لير باي لير، اللير بتسلم اللير بعدها في الفورورد والباكورد، فورورد والباكورد. طب الريزنت، الريزنت لا، ممكن بدل ما يقف هنا ينط مثلا ايه ستيب، ينط ستيب، يعدي حاجات،
فانت بتعدي حاجات في النص، الحاجات اللي بتعديها دي بتقللك الكومبلكسيتي شويه بتاعت الموديل، بتقلل الكالكوليشنز شويه، ما بتخليش مشكله الفانشنج بروبلم والاكسبلودنج بروبلم يحصل، تمام. فدي ميزه من ميزات اللي ريزنت، وهو اهمهم عشان ايه اكتر واحد فيه كلام، ماشي. طيب مميزاته، قلنا مميزاته. طيب هو انت لما بتضرب حاجات كتير، عملت تضرب حاجه في النص دي، مش بيقلل الاداء بتاعت الاداء بتاع الموديل؟ هو طبيعي ان هو هيقلل، بس بالك لو انت عندك موديل فيري ديب جدا، يعني كبير جدا وفيه لايرز كتير، الاداء مش هيتاثر، البرفورمانس ايه مش هيتاثر، تمام. وبيقولك ان هو اسرعهم واحسنهم لو انت هتطبق ايه ديب نتورك. فانت تعرف ان انت عندك ديب نتورك كبيره جدا ومعقده جدا، فاحسن اختيار ليك هيكون ايه، يكون الريزنت، تمام. واللي الريزنت شغال ان هو ايه بيسكيب كونكشنز ايه في النص، وانت بتعمل فورورد ايه وباكورد، تمام. هنا اخر موديل معانا اللي هو الانسبشن. انسبشن هو فكرته ان انت مثلا ما تبقاش عارف ايه الفلتر سايز اللي انت هتمشيه على ايه، على الصوره، هتمشي واحد في واحد، ولا تمشي ثلاثة في ثلاثة، ولا تمشي خمسة في خمسة، ولا تمشي سبعة في سبعة، ولا تمشي ايه على الصورة، تمام. فبالك مثلا لو معانا خمسة في خمسة، ناخدها هنا في الأرقام، لو معاك خمسة في خمسة ماشي، هتطبق هتطبق فلتر خمسة في خمسة، وهتطبق على الصورة دي اللي هي 28 في 28 في 192، تمام. وهنا بس زي تمهيد يعني الموديل مش أكتر، تمام. بيقول لك لو أنت حسبتها وشفت عدد الكالكوليشنز اللي هتحصل، فقال لك إن هي مثلا 120، هتبقى 120 مليون، فده رقم كبير. بيقول لك بقى لو هو جه ما طبقش الفلتر 5 5، هو عايز إيه؟ هيعمل خطوة قبلها، هيعمل خطوة إيه؟ هيطبق قبلها فلتر واحد في واحد، يعني هو يطبق واحد في واحد، بعد كده يطبق الخمسة خمسة اللي هي بتاعت المرة اللي فاتت، بس هيكمل عليها، تمام. فلما قال لك لو هو طبق الواحد في واحد بعد كده الخمسة خمسة، الواحد في واحد طلعت له 2.4 مليون بس، تمام. والخمسة خمسة طلعت له كام؟ 10 مليون، يعني توتال كام؟ 2.4 مليون، بعد كده 10 مليون، يعني كده اتنين ايه؟ 12.4 مليون. طب ايه الارقام دي؟ ده عدد الكالكوليشنز وعدد الحسابات اللي انت بتحسبها، مش انت شغال عمال تضرب فلترز في بعضها في صور والكلام ده كله، فدي عدد الكالكوليشنز بس ايه اللي بتحصل، عشان كل ايه كل حاجه بتاخد وقت. في المره اللي فاتت كانت بتاخد 120 مليون، لما طبقت فلتر واحد في واحد بعد كده 5 5 بقت تاخد بتاخد ايه كالكوليشنز اقل، وطبيعي وقت اقل، تمام. فهو برضو المشكله برضو انت مش عارف الموديل اللي انت هتشتغل عليه هتطبق عليه انه فلتر. فهم حلوا الحوار ده بإيه؟ بإن أنت بدل ما تطبق فلتر واحد، لأ طبقهم كلهم. طبقهم إيه؟ كلهم، يعني طبق واحد في واحد، وتلاتة في تلاتة، وخمسة في خمسة، ولو في ماكس بولينج كمان اعملها، تمام؟ فأنت لو في سبعة سبعة طبق الفلتر برضه إيه؟ كمان، تمام؟ بحيث إن أنت تضربهم في بعض وتجيب الريزلت بتاعتك، وهتدمجهم بشكل دبس، يعني أنت ضغطتهم مع بعض، جمعتهم مع بعض، اللي هو في الدبس، في العمق يعني نفسه. تمام. بس ده يعني بيقول ان هو جربوه، يعني بيقول ان هو بيحسن البرفورمانس، انت بيبقى عندك كل الاوبشنز بدل ما تفتي تجرب يعني ايه تطبق مثلا 5 في 5 وتطبق 7 في 7 وتطبق 3 في 3، لا بيقول لك ان انت مثلا تجربهم ومعاك هنا، لا يعني الريزلت يعني بتبقى احسن، بس ده برضو ايه بيزود الكومبلكسيتي برضو شويه، ماشي. بس هي يعني فكره ايه الانسبشن كده يعني، بس وهنا برضه نفس ايه مثال. طيب توبيك جديد، الاوبجكت ديتكشن. الاوبجكت ديتكشن اللي هو انا ابتدي اعرف اديتكت ان في اوبجكت هنا، وابتدي مثلا اعمل له كلاسيفيكيشن، زي ايه؟ زي الصوره هنا دي، انا عملت اوبجكت ديتكشن وعملت مربع حواليها وعرفت ان دي قطه، فهنا بيقول لك ان في كات ديتكتد، يعني انا اول حاجه جبت اللوكيشن بتاعها ورسمت حواليها مربع، بعد كده عملت لها ديتكت ايه انها صوره انها قطه، تمام. فبتتبع على خطوتين، بتعمل لوكاليزيشن اللي هو بتجيب اللوكيشن بتاعها، الابعاد بتاعتها، الدايمنشن بتاعتها، الاكس والواي والويتس والهايت، كده انت جبت عملت لوكاليزيشن، فبتدي ديتكت بقى ايه ايه الاوبجكت ده، تمام. نفس الكلام هنا في صورة الكلب، نفس الكلام هنا في صورة الايه الكلب برضه، تمام. طيب بيقول لك الايمج كلاسيفيكيشن، هما الاتنين تحت الاوبجكت ديتكشن. الايمج كلاسيفيكيشن انت تدخل صورة واحدة، صورة يعني، صورة يعني للموديل، وهيبتدي يعمل ايه كلاسيفيكيشن، يعني يطلع لك مثلا انت مدخله صورة قطة يطلع لك قطة، مدخله صورة كلب يطلع لك كلب، مدخله صورة اي حاجة يطلع لك ايه
الكلاسيفيكيشن ريزلت بتاعتك ايا كانت ايه، تمام. طب الاوبجكت لوكاليزيشن، اوبجكت لوكاليزيشن ان انت بتحدد مكان الاوبجكت نفسه، بتحدد مكان الاوبجكت ايه نفسه باستخدام البوينتس بتاعتك والويتس والهايت والكلام ده كله. هو انا قلت لك هنا انت عشان ترسم مربع وعرفت ان في قط هنا، عملت ايه؟ جبت الدايمنشن، انت عارف ان هنا الاكس بتاعتها لحد هنا، ده الويتس من هنا لهنا، وعارف ان الهايت من هنا لهنا، وعارف ان الستارت مثلا هنا والاند مثلا هنا، تمام. نفس الكلام في الاكس وفي الواي، فانت عرفت الابعاد بتاعتها بحيث ان انت ترسم مربع حواليها، تمام. فده الاوبجكت لوكاليزيشن، انت بتعمل بتعرف اللوكيشن بتاع الاوبجكت في الصوره نفسها، تمام، وترسم حواليها ايه بوكس، تمام. نفس الكلام هنا بقى، بيقول لك بقى الاوبجكت ديتكشن ان انت بتعمل لوكاليزيشن، بتجيب اللوكيشن بتاع الصوره، بعد كده ايه بتديتكت الايه كلاس بتاعها، بتعرف ايه مثلا صوره قطه، صوره كلب، صوره ايه، اي حاجه، تمام. وبرده الكلام ده حته اللوكاليزيشن دي برده بتحصل في الصور، يعني انت مثلا بتصور مثلا في الموبايل بتلاقي مثلا حوالين وشك رسم زي مربع كده مثلا ازرق او مربع ايا كان هو ايه، بس رسم مربع حوالين وشك، فدي برده بيقولوا ان هي ايه من الابلكيشن بتاعت اللوكاليزيشن. تمام، مفيش اي جديد. ماشي، هنا برضو بيتكلم في حته الاوبجكت لوكاليزيشن، هو باين محاضره نظري يعني، خلاص قلنا خلصها. ان انت برضو بتديتكت الابعاد بتاعتك، تعرف هي فين اصلا، تعرف الاكس والواي والكلام ده كله، اكيد هتديتكت برضو ايه، هتديتكت يعني الكلاس بتاعك، تمام. ماشي، بيقولك مثلا لو عندنا مثلا ترين، عندنا كار وموتور سايكل، عندنا تلات كلاسز، تمام. بيقولك الريزلت بتاعتك مثلا انت تستخدم مثلا كنت تستخدم سوفت ماكس مثلا، كان طلع لك probability، تمام، كان طلع لك واحد من 1000 هنا، ومثلا 9 9 8 واحد من 1000، تمام، طلع لك probability بتاع كل واحد، تمام، ده في الاوت، تمام. وانت كنت تشوف الاعلى probability يبقى الكلاس بتاعك، ماشي ماشي. وبرضو اهم حاجة ان برضو يكون مجموعهم ايه بون، ماشي ماشي. طيب لو انت تعمل لوكاليزيشن اول هتعمل ايه؟ لو انت تعمل لوكاليزيشن فانت هتستخدم الفيكتور ده او الاري ده، تمام. طب ازاي؟ او كل في قيمة عبارة عن ايه؟ انا اعرف، ماشي. اول حاجة اللي هي البي سي دي، تمام، دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة ان الموديل عمل ديتكت الاوبجكت ولا لا، يعني هي 0 اور 1، لو هي بون فده معناه ان ايه، ان حصل اوبجكت ديتكشن. طب لو 0 ما حصلش ديتكشن، فانت كانك ما عملتش حاجه، تمام. طيب لو هو بون، ابتدي بقى شوف الديتيلز اللي تحته، شوف ابعاده ايه، لو عمل لوكاليزيشن لحاجه، تمام. طب ايه ايه بقى الابعاد بقى بتاعته، البي اكس والبي واي والبي اتش والبي دبليو والسي 1 والسي 2 والسي 3، ايه الارقام دي؟ البي اكس والبي واي دي اللي هي نقطة السنتر بس بتاعت الايه، بتاعت الصورة نفسها، زي مثلا ايه في صورة العربية نقطة السنتر اللي هي هنا، اللي هي النقطة بتاعتها يعني، بي اكس وبي واي لو بترسم يعني بوينت، فانت بيقول ايه اكس وواي، فدي بوينت بس بتاعتها بي اكس وايه بي واي، تمام. طيب وايه البي اتش والبي دبليو؟ بي اتش وبي دبليو ده اللي هو الايه، الهايت والويتس، الهايت بتاعك قد ايه، الويتس هنا مثلا قد ايه، هنا الهايت بتاعك قد ايه، مش اكتر، تمام. طب ال سي 1 والسي 2 والسي 3 ده هو عدد الكلاسز بتاعك، لو انت مثلا عندك هنا كان في الصوره 3 كلاسز، قلنا 3 دول، فيبقى عندك سي 1 وسي 2 وسي 3، فتطلع مثلا هو كار، فتطلع مثلا 0 1 0 اللي هي مثلا اول حاجه ترين، فاللي هي 0 وهنا الكار 1 والباقي 0، فانت بتطلع مثلا ايه 1 عند الكلاس بتاعك والباقي 0، تمام. ماشي، طيب لو عندك كلاسز اكتر مثلا عادي تزود مثلا C4 C5 وهكذا على حسب ايه عدد الكلاسز، بتزود ايه الاري بتاعتك او الدايمنشن مش بتاعتك، تمام. ماشي، طيب بيقولك طب لو هي اصلا اول حاجه اللي هي البي سي دي بزيرو، هل بقى القيم هيبقى لها لازمه؟ لا، ليه؟ البي زيرو لاب 1، فانت عملت ديتكت اصلا خلاص للايه، للاوبجكت وفي اوبجكت، فبتدي تشوف مثلا ابعاده ايه، البي اكس والبي واي والبي اتش والبي اتس والبي دبليو، اللي هو بتدي تشوف ابعاده فين اصلا، موجود فين ايه في الصوره، تمام، عشان تعمل ترسم حوالين البوكس. طب ليه اصلا بزيرو؟ زيرو معناها ان مفيش اي اوبجكت اتعمل ديتكشن، مفيش اي حاجه حصلت، تمام. فانت اصلا بقى القيم دي نفسها ملهاش اي تلاتين لازمه، وتعملها اجنور، تعملها ايه اجنور، ماشي. طيب هنا برضه بيتكلم في نفس الكلام، ان انت خلاص
بتعمل object detection، قلنا اول حاجه هتطبق اللوكاليزيشن بتاعك تمام، وتشوف اللي هو المكان اللي هو بتاع الانترست اللي هو انت المكان المهتم بيه، المكان مثلا اللي اسمه حوالي بوكس اكيد تنتكت ايه الاوبجكت ده عباره عن ايه تمام. وتيجي برضه عندك اكتر من كلاس تحسب البروبابيلتي بتاعت ايه كل واحد، تشوف مين فيهم البروبابيلتي الاعلى ده ويبقى ايه يبقى الكلاس بتاعك تمام. ماشي احنا كده ماشي، بس بيقولوا ان في مشكله حصلت في الاوبجكت ديتكشن اللي هو الاوبجكت لوكاليزيشن، سوري الاوبجكت لوكاليزيشن، هو عايز يحدد مكانه على السكرين يعني يسمح حواليه مربع مكانه على الصوره، فلو ان هو بطيء جدا بطيء جدا هو يمشي على كل بوينت 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 على كل بوكس 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 تمام، وتيجي ايه يشوف هو في اوبجكت ولا لا. فبيقولوا الموضوع كان مرهق جدا انت تمشي على الصوره كلها وتيجي تشوف في اوبجكت ولا لا تمام. فلو ان هي ايه بطيئه وحساباتها صعبه جدا، حساباتها صعبه جدا. طيب لو ان في وبرده في مشكله مره تانية، انت مثلا ممكن تقسم بوكس مثلا في صوت بوكس مثلا يكون بدل ترسمه هنا وبدايته هنا واخره هنا، بعد كده تلاقي البوكس مش احسن حاجه فتقوم عايد تاني بس مثلا بوكس بدايته هنا بس ايه يكون ايه واكل نص العربيه، فانت بالك ان برضه عمليه الرسم من البوكس نفسه ما كانتش اكيوريت، ما كانتش احسن حاجه تمام. فدي برضه عيب من عيوب الايه الاوبجكت ديتكشن تمام، اللي هي العيب دي ان هو برضه مكان البوكس نفسه برضه ما كانش ايه اكيوريت. ماشي طيب، لو في طريقه تانيه اسمها اليولو، ده بيعمل ايه؟ ده بيقسمها سيلز مثلا، هنا مقسمها 9 سيلز 3 في 3، ويبتدي يشوف كلها قطعة واحدة تمام. ماشي هو قسمها جريد سيلز، ده الشكل اللي هو برضه نشوف اللي هو لو في حاجات بتشيك مثلا انت نوت روبوت مثلا على اي وسائل على حاجة برضه بيقسم نفس التقسيم زي كده. فمثلا هو بيقولك سوليد كور، فانت بتيجي تشوف تختار مثلا ده ليه، تختار ده لوحده خلاص مثلا ان هو ايه ده كده كور ماشي. فهو ده بيقول لك ان ده سهل جدا ان انت تصنفه ليه، يعني مش فلسفه بقى كان في الحته دي، بيقول لك سهل قوي ان انت تصنفه ليه، لان هو اوبجكت موجود بدايته ونهايته في بوكس واحد، فانت كده خلاص عملت له ديتكشن وعملت له لوكاليزيشن، احنا مشكلتك هنا في لوكاليزيشن، وعملت له ديتكشن ايه بسهوله جدا. طيب لو حاجه زي كده لا ما بتحددش ده بس تحدد ده واللي جنبه واللي تحته وهكذا اللي حواليه كلها تمام. فبيقول لك لما بيلاقي مثلا اوبجكت زي كده مش عارف داتا ونهايته، فهمت يمشي معايا يمشي معايا يمشي معايا لحد ما ايه ما يلاقي اخره تمام. بس يعني ده فكره ايه نظريه مش اكتر. بس يعني تمام، يعني بيقول لك ان هو هنا ما لقاش اي اوبجكتس فعمل زيروز، فهل انت لو في اي قيمه هنا اصلا ليها 100، لا انت بتحط علامه استفهام اصلا مش في اي قيم، ان هو خلاص اصلا البي سي بتاعتك بزيرو ان هو ما لقاش اي اوبجكتس. هنا برضو بيقول لك الاصفر ده لا خلاص لا اوبجكت سهل تمام، لا في بوكس واحد، وهنا ايه الاخضر ده ايه ابتدى يرسم حواليه 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 لحد ما ايه لحد ما انا الاوبجكت كامل، يشوف البوكسز اللي حواليه لحد ما انا الاوبجكت كامل يعني. بس يعني دي المحاضرة خلصت كده، السنين انتهت، والمحاضرة دي معتمدة على المرة اللي فاتت، المحاضرتين الجايين RNN. بس يعني.